نحن بالنسبة لنا اليوم ننتقل من مرحلة النجاح اللي موجودة على مستوى الإمارتين وننتقل إلى مرحلة أكبر تحت راية وعلم دولة الإمارات، بحيث أن نحن نمتلك طواف يغطي فعلا مسافة أو مدة 7 أيام أو 7 مراحل، ولكن إن شاء الله أنه يكون موجود على مستوى ينافس الطوافات العالمية اللي في سلسلة طوافات الوولد تور، وهدفنا أن نكون أفضل طواف والتور في العالم.